هل يمكن أن يساعدك شرب المزيد من المياه على إنقاص الوزن؟ قم بإجراء تغييرات طفيفة في نمط حياتك مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة والحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة. اشرب الكثير من الماء، سوف يحدث هذا فرقا بين كل هذه الطرق لفقدان الوزن. يعد شرب الماء أسهل طريقة لفقدان الوزن. يعد شرب الماء من أسهل الطرق. يمكن أن يؤدي شرب الكمية المناسبة من الماء يوميا إلى تسريع معدل الأيض وتقليل الشهية. تعتمد الكمية الدقيقة من المياه التي تحتاجها يوميا على عوامل مثل الجنس ومستوى النشاط والحالة الصحية. مطلوب 8 أكواب من 8 أوقيات، أي ما يعادل 2 لتر من الماء يوميا، لكن وفقا للعديد من الباحثين نحتاج إلى 4 لترات من الماء يوميا. وفقا لأبحاث مختلفة، فإن شرب كوبين من الماء قبل الوجبة بحوالي 20 إلى 30 دقيقة يجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن. يتكون جسم الإنسان من حوالي 66% من الماء، وهو المسؤول عن التخلص من الوزن الزائد. يعتقد أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يسبب خلل في محتوى الملح في الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى القيء والتعب والغثيان والصداع. اشرب حوالي كوبين إلى 4 أكواب من الماء على معدة فارغة في الصباح. إذا كنت تعمل في بيئة مكيفة فلا تشرب أكثر من 2.5 لتر من الماء كل يوم. إذا كنت تمارس الرياضة يوصى بشرب 16 أونصات من الماء قبل البدء في التمرين، وشرب من 4 إلى 8 أونصات أثناء التمرين، و16 أونصة بعد التمرين. خلال فصل الصيف حافظ على رطوبتك بشرب الماء على فترات منتظمة. تعتمد الخطوة الأولى لمعرفة كمية الماء التي يجب شربها كل يوم على وزنك. تعتمد كمية الماء التي يجب أن يشربها الشخص كليا على الوزن. القاعدة العامة هي أنه كلما زاد وزن الشخص زادت كمية الماء التي يحتاج إلى شربها. حول وزنك إلى أرطال، مثل 1 كيلو جرام يساوي 2.20 رطل. الخطوة التالية هي مضاعفة وزنك بمقدار 3/2 لتحديد كمية الماء التي يجب شربها يوميا. على سبيل المثال، إذا كان وزنك 200 رطل عليك ضربه في 3/2 ما يمنحك حوالي 113 أوقية من الماء كل يوم. إذا كنت تمارس الرياضة يوميا فأنت تطرد الكثير من الماء عند التعرق. أضف حوالي 350 ملي من الماء لكل 30 دقيقة تمارسها. لذلك إذا كنت تمارس الرياضة لمدة 45 دقيقة يوميا فسوف تضيف 17 أونصة من الماء إلى مدخولك اليومي. يمكن للمرء زيادة كمية الماء التي يتناولها عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالمياه والخضروات مثل البروكلي النيء والجزر والكرفس والخيار والخوخ والبطيخ إلى نظامك الغذائي.